بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ديك وثلاث حبات، طبعا هذا انتاجي مال السنه. خلاص كلهم باضوا تقريبا 99% كلهم باضوا ما شاء الله تبارك الرحمن. وش من اللي يبغى الجمال بس يحط هالحلاوه دي، بس يشوفهم يصلي على النبي، اللهم صل على محمد وال محمد. شغل مرتب على كيف كيفكم، بس بدي الواحد يقعد جنبهم ويقعد يطلعهم. بس انا حطيت الاستديو الجديد الحين رجعناه، وشكلي كل يوم بصور، ابى اصيد وبصور ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن.